ارحمنا لاننا عليك اتكلنا، فلا تسقط علينا جدا ولا تذكر اثامنا، لكن انظر الان بما انك متحنن وخلصنا من أعدائنا، لأنك أنت إلهنا ونحن شعبك وجميعنا صنعة يديك وباسمك نودع الآن وكل لنا باب التحنن يا والدة الإله المباركة، لأننا باتكالنا عليك لا نفي وبك نخلص من كل المحن، لأنك أنت خلاص لكل المسيحيين. يا رب القوات كن معنا، فليس سبحوا الله في قدسي، سبحوه في جلال قوته. كيرياكم في نعميهم في منينو علن غاركتوس ضعيفون اثليكسسي سبحوه لأجل جبروته، سبحوه نظير كثرة عظمته. يا رب القوات كن معنا، فليس لنا في الضيق بالقوات ارحمنا.
نحمل علامات الغلبات والظفر صارخين إليك يا غالب الموت. وصلنا في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب. تبتكر روحي إليك يا الله، لأن أوامرك نورا على الأرض.
له الرحمة لنبتهل إلى الرب الإله لكي يؤهلنا لسماع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. ولروحك. فصل شريف من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب المجد لك. فلنصغي في ذلك الزمان كانت واقفة عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم التي لكلوبا ومريم المجدلية. فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا امرأة هو ذا ابنك. ثم قال للتلميذ هذه هي أمه. ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى بيته الخاص. وبعد أن رأى يسوع أن كل شيء قد تم فلكي يتم الكتاب قال أنا عطشان. وكان هناك إناء مملوء خلا فملأوا إسفنجة من الخل ووضعوها على زوفا وأدنوها من فيه. فلما أخذ يسوع الخل قال قد تم. وأمال رأسه وأسلم الروح. ثم إذ كان يوم التهيئة فلئلا تبقى الأجساد على الصليب في السبت لأن يوم ذلك السبت كان عظيما طلب اليهود من بيلاطس أن تكسر سوقهم ويذهب بها. فجاء الجند وكسروا ساقي الأول وساقي الآخر الذي صلبا معه. وأما يسوع فلما انتهوا إليه ورأوا قد مات لم يكسروا ساقيه لكن واحدا من الجند
فتح جنبه بحربة فخرج للوط دم وماء. والذي عاين شهد وشهادته حق، وهو يعلم أنه يقول الحق، لتؤمنوا أنتم أيضا، لأن هذا كان ليتم الكتاب. إنه لا يكسر له عظم. وقال أيضا كتاب آخر سينظرون إلى الذي طعنوا اليوم.
نسجد
في آلام. أيها المسيح نسجد لآلامك أيها المسيح قيامك.
في قبر مدعى و
بك نشيت سلطان الموت وأنبعت للمسكون بالحياة. فالمجد للآب والابن والروح القدوس، إياك نسبح مع أبيك والروح. أيها الكلمة إله الجميع ولدفنك الإله نمجد الآن وكل أوان وإلى دهر الدائر أمين. إياك أم الله العذراء ونجل بإيمان دفن ابنك وإلهنا الثلاثي الأيام. يا مسيح الحياة في قبر فتعجب جنود الملائكة الممجدون لتنازل. المجد للآب والابن والروح القدوس.
الطاهرة والدة الحياة. أبطلي من الكنيسة الانشطاط وامنحيها يا صالحة السلام.
الخاطئ قم يا الله.